النهاردة مشاهدينا يوم مهم جدا من أيام مصر الجميلة اللي فيها العديد من الأخبار والأحداث. تعالوا النهاردة نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتسير مصر للطيران 6 رحلات جوية من المدينة للقاهرة لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الغربية وبعثة مصر للطيران وحجاج الترانزيت وحجة أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1446 هجرية بعد غروب الشمس، حيث من المتوقع بحسب الحسابات الفلكية أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الحد 6 يوليو. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب ألمانيا مع منتخب أسبانيا في تمام الساعة 7 مساءً. في العاشرة ليلاً هيلتقي منتخب فرنسا مع منتخب البرتغال.